من كوالالمبور ينضم معنا مراسل الإخبارية محمد غروي. أهلا بك محمد، مساء الخير. إذن لعلك تحدثنا محمد عن أبرز ما دار في معرض أو جوائز آيتكس 2022. مرحبا بك. حقيقة شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور ختام النسخة الجديدة من المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية آيتكس 2022. المشاركة كانت لمئات المخترعين من عشرات الدول بأكثر من 500 اختراع لعرض ما توصلوا إليه من إسهامات علمية وتقنية تعود بالنفع على البشرية. معرض آيتكس يقام من ثلاثة عقود، يعني بدأ عام 1989، كان يضم أفضل الاختراعات والابتكارات من آسيا وأيضا وخارجها، بالإضافة إلى معرض مصاحب لعرض الاختراعات والتقنيات والمنتجات الجديدة. الهدف الرئيسي لمنظمي المعرض هو تمكين رواد الإعلام تمكين رواد الأعمال من الانتقال من الاكتشاف العلمي وتحويل المنتجات إلى منتجات تجارية من خلال تبني ثمار العمل البحثي والمكثف، وأيضا ترجمة هذه الاكتشافات إلى أعمال تجارية ملموسة. حضر حفل الافتتاح الرسمي وزير العلوم والتكنولوجيا الماليزي. المعرض يغطي العديد من المجالات العلمية في الطاقة، في الفيزياء، في الفلك، وأيضا العلوم السلوكية والاجتماعية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، الهندسة الطبية، وأيضا الهندسة الميكانيكية. المملكة العربية السعودية شاركت بفريق علمي مكون من 8 طلاب قدموا مشاريع علمية في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وأيضا تكنولوجيا المعلومات وغيرها. من فضل الله أن جميع الطلاب السعوديين المشاركين في هذا العام حصدوا الجوائز الذهبية والفضية وأيضا جوائز قيمة وصلت إلى 13 جائزة. وأيضا زميل كريم، يعني هذه ليست المرة الأولى التي تحصد السعودية في معرض آيتكس. في عام 2017 حصدت السعودية 12 جائزة، 2021 حققت أيضا 10 ميداليات، 2019 أيضا، وأيضا في 2018. العام الماضي والأعوام السابقة قررت أيضا معرض آيتكس أن يبقي على النسخة الإلكترونية من المعرض مواكبة مع الوباء العالمي الذي حصد العالم. نعم. جميل. فيما يتعلق بالدعم وأيضا الفريق المتواجد محمد في هذا المسابقة من السعودية، لعلك تشرح لنا أكثر عن هذا الفريق. حقيقة يعني هناك دعم ملموس وواضح من وزارة التعليم وأيضا من القيادة، فسمو سيدي ولي العهد كرم المشاركين في المعرض السابق الذي كان في الولايات المتحدة. التمثيل كان مشرف للمملكة، والذي يمثل نهج وزارة التعليم في دعم المواهب والإبداعات وتنميتها وفتح آفاق المشاركات الدولية لتحقيقهم. بدل أن يكون المسابقات تكون محلية، المملكة العربية السعودية أقدمت بشكل أكبر لانفتاح العالم لتوضيح صورة المملكة والتركيز على المجال التقني والفني وأيضا لمجال الاختراعات في المسابقات الدولية وأيضا في المحافل الدولية. أشكرك إذن من كوالالمبور مراسل الإخبارية محمد غروي، شكرا لك. شكرا.